يخوض الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي اختبارا جديدا ببطولة إفريقيا مساء غد عندما يحل ضيفا على فريق شبيبة الثورة الجزائري، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا. مباراة الغد تقام في 9 مساء على استاد 20 أغسطس بولاية بشار الجزائرية، هي مباراة تعد الأولى بين الفريقين، لا سيما وأن الفريق الجزائري يشارك لأول مرة في بطولة دوري الأبطال. الأهلي يدخل المباراة رافعا شعار لا بديل عن النقاط 3، وذلك بعد النشوة التي حققها مؤخرا بالفوز الثمين على فيتا كلوب الكونغولي بثنائية نظيفة استهل بها مشوار البحث عن لقب الأميرة السمراء. مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي يعرف جيدا أهمية تلك المباراة، لأنه في حالة الفوز بها يصل الفريق لست نقاط ويعتلي صدارة المجموعة من فوزين متتاليين، وبالتالي يعزز فرص الفريق في الوصول إلى الدور الربع النهائي. يسعى المدرب الأوروغوياني لحسم المباراة بشكل سريع وتسجيل هدف مبكر يربك به حسابات الفريق صاحب الأرض والجمهور وخطف نقاط المباراة. على الجانب الآخر، يدخل فريق شبيبة الثورة مباراة الغد بعد الهزيمة في الجولة الأولى أمام فريق سيمبا التنزاني بثلاثية نظيفة. يعلم نبيل نجيز المدير الفني لفريق شبيبة الثورة مدى صعوبة مواجهة بطل إفريقيا، خاصة وأنه خسر من قبل أثناء توليه تدريب فريق نصر حسين داي الجزائري في البطولة العربية موسم 2017، وحقق الأهلي الفوز بنتيجة 2-2 في ذلك الوقت.